الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المرأة التي توفيت والدتي أمي، وما أعظم كلمة أمي، وما أعظم أن يحرم الإنسان من كلمة أمي. لو أردت أن أتكلم لما وسعتني ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو شهر، لكني سألخص لكم ماذا تعلمت خلال هذين اليومين الثلاثة التي فارقت أمي فيها الحياة. تعلمت أن الإنسان مهما بلغ من العمر، من العلم، من المكانة، لا يستغني عن أمه. أنا جد لثلاثة أحفاد، ولي شهادة دكتوراه، ولي كذا، ولي معارف، ولي مكان، والفضل لله سبحانه وتعالى، لكني لا أستغني عن كلمة أمي. أحسست بهذا في آخر أيام ودعت بها أمي وهي تقول لي أنا راضية عنك وعن إخوتي مروان وعثمان. خرجت من الحياة وأفتخر بهذا وأحمد الله تعالى على هذه النعمة. والله ما رأيت نعمة من أفضل من أن أمي خرجت وهي تقول أنا راضية عنك. تعلمت بأن الأم مهما كانت ومهما كان أولادها لا تترك الرحمة التي أوزعها الله تعالى بها. كنت أقرأ قصص، يقول تاريخنا فيه كثير من القصص. الرجل انزعج من والده أو انزعج من والدته، فذهب بها ليتركها في الصحراء ثم يعود. تركها في مكان خالي ورجع. بعد قليل حن قلبه عليها فعاد إليها، لكنه تنكر بذي آخر. هي ما عرفته، هي ما عرفته، تصورت أنه غريب. قالت أيها الشاب أقبل. قال ماذا؟ قالت ولدي تركني وذهب قبل قليل، أخشى أن يأكله الذئب. هذه رحمة الأم. لذلك يصف الشاعر حادثة عن رجل أغراه رجل قال أقتل أمك وأتني بقلبها. يقول أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا في أمه حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك اللآلئ والجواهر والدرر. فمضى وأغرس خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى وجع، فتلوث القلب المعفر إذ عثر. فناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. هذا هو قلب الأم، هذا هو قلب الأم. وجدت ذلك إخواني. وأمي عمرها 73 سنة وهي على فراش الموت، وأنا بقواي الحمد لله أحاول أن أعينها فأمسكها تقولي لا تركني. ليش يوم؟ تقولي أنت بيك فتق أخاف عليك. هذه هي رحمة الأم إخوان، هذه هي رحمة الأم. لذلك الله تعالى لما أراد أن يصف لنا رحمته شبه لنا ذلك برحمة الأم. النبي عليه الصلاة والسلام شوبنا شيش لارسي إحنا بالدنيا حتى نعلم كم هي رحمة الله، قال هي أكثر من رحمة الأم. لذلك الأم باب من أبواب الجنة. وما تفعل لوالديك الآن والله ستجده غدا، والله ستجده غدا، سيفعل بك أبناؤك مثل ما تفعل معهم. إن فعلت خيرا سيفعل أبناؤك خيرا معك،
وإن فعلت شرا سيفعل أبناؤك شرا معك. رجل ذهب بأبيه ليتخلص منه في مكان قصر في الصحراء. ذهب بأبيه ليتخلص منه في مكان قصر في الصحراء. عاق خلاه بمكانه ده يرحل. فقال له أبوه: هل سترحل؟ قال: نعم. قال: إذن لا تتركني هنا، هناك في ذلك المكان. قال: لماذا؟ قال: لأنني وضعت أبي مثلك في هذا المكان، والله تعالى يجازيني الآن. تبر والديك، تبر والديك سيبرونك أبناؤك بإذن الله، تعقهم سيعقونك، ونعوذ بالله من ذلك. لذلك أخواني أوصيكم والله 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 ما أحسست بأني فقدت شيئا كما شعرت بأني فقدت أمي وأنا جد عمري فوق 50. إنسان أحيانا يوصل لمرحلة يقول بعد ما أحتاج، كبرت، صار بالإعدادية يشعر نفسه كبر، على يتكبر على أبوه، صار بالكلية يتكبر شوية، صار عنده وظيفة زينة يتكبر على والديه، صار بمنصب يقوم يتكبر عليهم ويستنكر يستنكرهم ويستنكف أن يأتي والده ويسلم عليه أمام أصدقائه وجماعته. لا والله إخواني، مهما تكبر تبقى كلمة أمي أعز شيء. ليس هناك كرامة بين الإبن والأب، لا، اذهب وقبل يد ورجل أمك وأبيك، قبل يداهم ورجلهم قبل أن يرحل وتفقد هذه النعمة العظيمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رغم أنف عبد أدرك أبواه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. يعني هذا شريك بعد عند مدخل للجنة، عند باب للجنة وما استغله، يعني شو يسوي له بعد هذا؟ أما إذا مات الوالد والولد ولم تبرهما في حياتهما، فجعل الله تعالى لك فرصة أن تبرهما بعد وفاتهما. ادعو لهما. كل ابن آدم ينقطع عمله بالموت، عداد الحسنات ينقطع من صيام من صلاة من صدقة، لكن يبقى شيء واحد إلى يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، واحد يسوي صدقة جارية يبقى يحصل حسناته حتى لو بعد الموت، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. لا تتعب من الدعاء لوالديك. لذلك أحد شيوخنا بالأمس، والله دكتور عبد المنعم، أراحني بكلمة جميلة، قال: من علامات الصلاح أن يدعو الولد لأبويه. من يشوف واحد يدعو لأبوه وأمه يقول هذا صالح، من علامات الصلاح. هذه ريحتني هذه الكلمة. إن شاء الله نكون عند حسن ظن أبوينا بنا. هذه الأم التي تعبت وربت يجب أن تجازى على الأقل بالدعاء. وأمي بفضل الله تعالى ما تركت قراءة القرآن إلا آخر يومين بالإنعاش. لذلك أخواني والله لا خرفت ولا تكلمت بكلمات سوء نهائيا، هي على فراش الموت ما تقول سوى لا إله إلا الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الحمد لله، وتوصي أولادها. آخر آية ذكرتها وهي على فراش الموت قالت: يا ابنائي لا تتفرقوا، وذكرت الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما دخلت عليها في غرفتها إلا وكانت تصلي أو تقرأ القرآن. الأيام التي تصومها في السنة أكثر من الأيام التي تفطرها، والله وأشهد الله على ذلك. وآخر أيام قلت لها: يوم ما تقدري تصومين أنت بعد؟ قالت: لا، أجرب يوم واحد من رمضان. بلكي هذا الإنسان الذي يتربى على الطاعة يألفها لا يستطيع أن يتركها بعد، عظيم عنده. لذلك أحد الصالحين وهو يموت رأوه يبكي، قالوا له: أتبكي تخاف من الموت؟ قال: لا،
قالوا لما تبكي؟ قال لأن سأنقطع عن العبادة، يصلي المصلون ولست فيهم، يصوم الصائمون ولست فيهم. والله وجدتها هكذا، والله وأشهد الله على ذلك. رحمك الله يا أمي، رحمك الله، أسأل الله تعالى أن يرحمها. اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسع مدخلها. اللهم اجعل قبرها روضا من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار يا الله. اللهم اجعل كل كلمة وكل حرف قرأته بالقرآن ينفعها في قبرها يا رب، وكل ركعة ركعتها إليك تنفعها في قبرها يا الله. اللهم احشرها مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم جازها بالإحسان بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. أسأل الله العظيم أن يرحم موتاكم، وأن يبعدكم عن عقوق الوالدين. وأرجو 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 من كل من يسمعني، إن كان له شيء مع أبيه أو أمه، أن يذهب الآن ويصالحهما، وينزل عند أقدامهما، يقبل أقدامهما. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.